من بلادهم أتوا حاملين ما تيسر لهم من متاع، ومن خلفهم تركوا أراضيهم ووطنهم الذي بات نصف سكانه أي ما يزيد على 10 ملايين شخص، ما بين مشرد أو لاجئ بعد أن ضاقت بهم سبل مقاومة الجوع والعوز والسماء التي تمطر هوتاً. على مدار أكثر من 3 أعوام انتقل العديد من اللاجئين السوريين إلى مصر بحثا عن الأمن والاستقرار. يتدفق المئات أسبوعيا إلى ضاحية مثل مدينة 6 أكتوبر، غالبيتهم ينتمون للطبقة الوسطى، يطمعون في حياة كريمة بعدما فروا من المخيمات الأردنية والتركية. أنا قاعد بين أهلي، بين إخواتي، بين أبي وبين أمي. هذا الشعب شعب عظيم، شعب كريم، شعب أخلاق عالي، شعب حاضننا، شعب شو بدي أقول لك، هون هذا البلد، هاي البلد الشعب اللي فيه بيكفي إنه الله سبحانه وتعالى سخرنا إجينا على هالبلد. أنا نفسي إنه بس تضبيط الأمور من ناحية الإقامات، يعني أنا من ناحيتي ما معي إقامة، ما معي جواز، ما معي شيء، أي شيء يثبت شخصيتي غير الكرت الأصفر تبع الأمم المتحدة. نطلب من وزير الداخلية، أنا أطلب والدي يجي من سوريا يا هوني. يعني قالوا لنا انه في لم شمل، قدمنا 2 3 4 يجي بالرفض، وهلا ما بنعرف الا نسوي شلون. يعني بدنا بس انه يصير وزير الداخليه انه يوافقنا بس على لم الشمل بس. ومع حلول شمس المغيب يتحول المكان إلى دمشق صغيرة، فكل شيء قد اتخذ لنفسه صبغة سورية، المحلات، البائعون، والزبائن أيضا. فور بداية الثورة السورية فضل الحج أبو إياد أن يبتعد قليلا عن المشهد لعل الأمور تعود لاستقرارها بعد فترة وجيزة. سافر إلى مصر هو وأسرته ليستقر فيها ويبدأ مشروعه الخاص الذي أهله للانصهار داخل المجتمع المصري. جيت مصر من 3 سنين ونص يعني تقريبا، وبيجينا على أساس يعني شهر 2 3 يعني هيك مدة وأزمة حتعد. يعني أول ما جينا مصر ما كنا مفكرين يعني بالشغل، ما اشتغلناش، تمينا فترة 2 3 4 شهور. فكرت انه نعمل مشروع صغير يعني مشان الاخوان السوريين اللي بينوا احتياجاتهم. عملنا محل صغير انه جزار لحمه وهيك، بعدين تطورت شويه شويه صرنا نعمل لهم اكلاتهم السوريين. لا الحمد لله يعني تحت كثير الناس هنا، السوريين والمصريين كثير كثير يعني انبسطوا بالاكلات والمشويات وطبيعه العمل تبع يعني السيستم اللي بنشتغل فيه والتقديم الحاجات اليوم كثير كثير انبسطوا. منذ 2 فقط لم يكن لهذه العصا أي دور في حياة محمد إسماعيل، بيد أن قذيفة أطلقت على منزلهم بمدينة دوما في ريف دمشق غيرت معالم حياته إلى الأبد. قذيفة أفقدته والده وأقعدته مريضا دون وطن أو عمل. يتمنى أن يستبدل هذه العصا بمن يساعده في البحث عن باب الخروج، حيث العودة مرة أخرى لوطن الأمس. سبب خروجي كان طائرة ضربت، طيارة حربية ضربت على البيت تبعنا، فاستشهد والدي وأنا أصبت في العمود الفقري، سبب لي فتق بالحزمة العصبية وبالنواة العصبية وسلسلة من الغضاريف. أنا جيت مصر من 2 سنين وبعاني حالة صحية وبحاجة عمليات بسبب الإصابة اللي في العمود الفقري، وبرضو بعاني من تلف في خلايا الرئتين، والسبب كان استنشاق الكيماوي غاز السارين، وأنا الحالة الوحيدة اللي في مصر مصاب بالحالة دي. فبعض الجمعيات وبعض الإخوة المصريين تبرعوا وعملوا لي العملية، ودلوقتي أنا بحاجة عملية تانية في العمود الفقري، كمان سببها الإصابة يعني بسبب مرضي. ما اشتغلتش في مصر وأنا ما عندي عيلين وأمي وزوجتي. قرابة 500,000 لاجئ سوري في مصر عاشوا جميعهم القصة ذاتها بتفاصيل مختلفة، ولا تزال في القلب غصة حائرة بين معاناة اللجوء والعودة إلى جحيم الصراع. ويشهد إحصاء اللاجئين السوريين في مصر تفاوتا ملحوظا بين الأعداد الحقيقية وما تم تسجيلهم في مكتب مفوضية اللاجئين بمصر، ولكن الثابت دائما هو ما يواجهه هؤلاء اللاجئون من مشكلات على عدة أصعدة. تقريبا العدد التقريبي للسوريين المتواجدين في جمهورية مصر العربية حوالي 400,000 سوري،
عدد المسجلين لدى المفوضية السامة لشؤون اللاجئين بيتراوح العدد بين 135,000 ل 140,000 تقريبا. السبب التفاوت بين الرقمين في قسم كبير من السوريين موجودين بمصر ما لجأوا للمفوضية اللاجئين وما سجلوا أنفسهم كلاجئين وما اعتبروا أنفسهم أنه هن أصلا بحاجة للتسجيل لدى المفوضية السامة لشؤون اللاجئين. عندنا أهم المشكلات هي صحية وغذائية وتعليمية. مشكلات الصحية بتتضمن العمليات الجراحية لأكثر من 400 عمل جراحي مؤجل وعمليات طارئة ما عم تنعمل. في عندك الأدوية المزمنة غير متوفرة، طبعا المفوضية بتقدم أدوية ب 85 جنيه فقط للمريض. في عندك الأدوية السرطانات والجرعات الكيميائية غير متوفرة حاليا. خلال الأربع أو الخمس سنوات مرقت بعض الظروف أو بعض الأحداث اللي أثرت على هذا الأمر، انعكس هذا الشيء على وضع السوريين الموجودين بمصر من خلال فرض تأشيرة الدخول على لدخول السوريين على مصر، أصبحت مقترنة بموافقة أمنية وهذا صعب جدا. رقم اثنين، نحن في عنا حالات عديدة لأسر تحتاج لمشمل موجودة بمصر، يعني بيكون مثلا موجود الأب بمصر مع أحد أفراد العائلة والأم بتكون ببلد آخر، ما بتستطيع الأم تجي تلتحق بزوجها، ولا الزوج إذا موجود خارج مصر سواء كان بسوريا أو دول الخليج ما بيستطيع يلتحق بأسرته، وهي تقريبا إحدى أكبر معاناة السوريين الموجودين بمصر. بالنسبة للتدريس، توفير مدارس للسوريين مثل الفلسطينيين، لأنه صرنا 4 سنين وهذا القرار من الأمم المتحدة أنه أي لاجئ بفوق 4 سنين بحق له يتعلم بلهجته بمدرسينه، فنرجو كمان أنه يعملوا لنا مدارس للسوريين باللهجة السورية يعني يفهم الطالب السوري عليها. مصر التي بدلت خيام اللاجئين بأحضان دافئة استقبلت بها جموع السوريين، وكما تضم أبناءها ضمتهم داخل شوارعها وحواريها، ولكن رغم كل شيء تبقى الغربة تسكن النفوس، ورغم دفء ابتسامات من حولهم تسري برودة الوحدة في أوصالهم، يعيشون كل يوم على حلم الرجوع. علي عامر، MBC مصر. إن شاء الله.